بعدها لك للمرة الثانية هيقتلوك. طب مش هيك هيقتلوك يا غبي. قام عاي. تعال يلا. يلا تعال. يا عم تعال. تعال. يا عم تعال اهو. خد خد. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا انتوا عارفين ده عيد ايه. ها عيد هاك الكلب. انتوا بصوا له كده. لا مش هدبح انا. ما تقلقوش انا جاي بس بقى مقدمة معاكم وماشي على طول. ما تقلقوش خلصان. زي ما انتوا عارفين ده عيد الاضحى المبارك. وعامل لكم فلوج بقى واحنا بقى وكده بقى. هو الفلوج اتعمل وكل حاجة. فانا يعني ايه كده يعني. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا بسرعة. يلا بينا. وهنا بقى انا خرجت من البيت بقى ومفيش حد اصلا في الشارع خالص ولا في اي حد خالص ومش عارف في ايه فيلا نمشي. فماشي بقى في الشارع اهوت وطبعا سامعين التكبيرات بقى وكده يعني. وقابلت احمد صاحبي اهوت حبيبي احمد كل سنه. يا سلام. ده كريم عارفه كريم. بضحك عليها. بضحك عليها. يعني الشخصية المعفنة. مفيش صب معايا لسه. ليه يا اسطى؟ معلش عشان خاطر. معلش. والله الوضع ما يسمحلوش دلوقتي. معلش. أنا مش عايز أتكلم عليا. ورحنا بقى الجامع علشان نصلي صلاة العيد بقى زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى انا حبيت اغفلهم بقى طبعا وحاسسهم بقى اللي احنا بنصور صوره. قلت له خد امسك التليفون كده وصورنا. والتليفون اصلا شغال فيديو وهم مش فاهمين اي حاجه وقاعدين يضحكوا خلاص. وبرضك مصممين ان هم يتصوروا. فكل شويه يرفع التليفون كده وبرضك بيضحكوا. يا ابني ده فيديو يا ابني. وانا قاعد اضحك وميت على نفسي بيضحكوا. هم مش فاهمين اي حاجه. والله ما هم فاهمين اي حاجه خالص. طبعا سبب مصري. خلصان. يا جدعان احنا قاعدين. محمد صبر قاعد اهوت واحمد قاعد اهوت ويعين الناس ماشيه واحنا لوحدنا قاعدين. اللي ماشي مع واحده واللي ماشي مع واحد واللي واحده ماشيه مع واحد واللي واحد ماشي مع واحده. واحنا يا عيني قاعدين غلبانين انا ومحمد صبري. لا ده مالكوش دعوه بيه. ده متجوز. ده مالناش دعوه بيه. مالناش دعوه بيه ده. يا رب يبعت يعني اي حاجه كله لحمه اي حاجه يعني. والوقت الحاج فاضل اهوت جه حبيبي فاضل اخويا جايب لي 2 كيلو لحمه وجاي قاعد عليا يا حبيبي. صنت يابا فدار حبيبي. ايش تعرف محمد صبري قول لي بس فيها يا اسطى. عايزه ازاي طيب؟ هنصلحها ماشي هنصلحها. وركبنا الموتوسيكل كده احنا الثلاثه بقى وقلنا ناخد لفه. بس انا مش عارف انا بضحك على ايه. بس مش مهم عادي يعني. مبسوط مبسوط مبسوط. يا اصلا تقول ايه؟ حبيبي خلاص بقى. رحت غيرت هدومي وخدت البسكليته بتاعتي بقى عشان نروح نعيد على الناس وكده وندفع فلوس يعني وكده. ويلا بينا. وركبنا. وطبعا ده محمد ابن عمي بيضحك على طول مش عارف ليه. هو بيضحك على ايه؟ فيلا بينا رايحين نعيد على الناس كده وندفع فلوس كتير يعني وكده. رايحين ندفع فلوس للناس كتيره يعني ونعيد يعني. ايه العيد فرخه. طبعا ده محمد. كل يا اسطى كل. كل انت عم. كل انت عم. ليه مش شوكولاته يا عم؟
مصيصة جديدة بقى. والصراحة بقى دول كان أول ناس تروح لهم من قرايبنا وكده، والصراحة القعدة هناك حلوة بقى وفي لب وأكل وكده، وما ينفعش نمشي بقى، وفضلنا قاعدين ناكل كده، وقعدنا هناك بتاع ساعتين ثلاثة، وإحنا عارفين إن إحنا عالم رزلة ومش هنقوم الوقت خالص، فقعدنا ناكل ونشرب ونضحك ونهزر ومش عايزين نقوم برضو. فقلت له يلا احنا كده ما عندناش دم، قوم يا ابني. فقمنا بقى ركبنا البسكليته تاني ورايحين لناس تانيين. فيلا بينا، وكل سنه وانتم طيبين طبعا، ورايحين ندفع فلوس تاني وهناكل تاني برضو، كان هنعمل كل حاجه تاني يعني. ما تقلقوش، خليكم معانا، بس خليكم معانا. ازيك يا جوجو؟ يا دولة لك عمها كنت طيب كسان طيب كنت طيب كنت ايه؟ كنت مش طيب. شوكولاتة شوكولاتة. وهوبا الحاجة الساعة جت بقى، تعالى خش عليا، خش يلا بينا نشرب، حاسب خد يا ابني اشرب. مش عايز ديري ماشي من اللي جات مي ايه عايزة ايه؟ لا ها؟ ايه عايزة ايه؟ فين؟ عايزة عادية انا وكده؟ اه فين تروح؟ عايزة عادية. انت عايزة ايه؟ عادية. طب ماشي، وانا عايزة عادية، انا اروح منها الدنيا. عمار شفت العجلة؟ تعال بقول لك يلا، عايزين عادية نجيب لهم من ايه؟ عايزين عادية. اه انت معاك هدية؟ لا. تعالى يا عم، انت كان معاك 5 جنيه الوقت ما تكدبش. ودلوقتي جه الوقت اللي انا ببقى حزين فيه، اللي هو نوزع فيه العيدية سلمى تيجي ندفع الفلوس الكتير. انا حزين قوي. خد يا اختي، كل سنة وانت طيبة. روحي يا اختي جنة. معاك فكة 100؟ فكة 5؟ لا. خش حط له خب، خش يا ابا، خش حط براك، خش يا حبيبي، كل سنه وانت طيب، كل عام علي، استنى، خد يا ابا خالد، خد كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، وانت مش طيب، ولا انت طيب. ماشي، سلام عليكم. وخلاص روحت البيت وكده، ننهي الفيديو عشان ما عدتش قادر، ويلا بينا على السرير
وعايز انام بقى يا جماعه والله عشان مطبق بقالي يوم عشان اعمل لكم الفيديو ده، ويا رب تعملوا لايك واي حاجه من الحاجات الحلوه ديت. عايزين اي حاجه؟ سلام.